مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. البابا طوادروس الثاني يفتتح معرض مؤتمر التدبير الكنسي بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون. احتفالات عيد تجلي القديسة العذراء مريم بكنيستها بالزيتون. والبابا طوادروس الثاني يحضر عرض فيلم أغسطينوس ابن دموعها بمسرح الأمبرويس بالقاهرة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الكنيسة. افتتح قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس الرابع من إبريل الجاري مؤتمر التدبير الكنسي الذي يقام للسنة الثانية على التوالي بهدف تحقيق التوازن في الخدمة بمركز لوجوس بدير القديس العظيم الأنبا بشوي بوادي النطرون بحضور مجموعة من الكهنة الجدد وعدد من أساتذة معهد التدبير الكنسي. نتابع. افتتح قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية النسخة السنوية الثانية من مؤتمر التدبير الكنسي الذي يقيمه معهد التدبير الكنسي والتنمية بمركز لوجوس بوادي نطرون. أنا سعيد أن أنا أتقابل ويا مجموعة جديدة من الأباء المرسومين حديثا في القاهرة واسكندرية وبعض الإبرشيات ومن مصر ومن خارج مصر أيضا في المهجر، وسعيد أن ناخد من 40 يوم اللي بتقضوهم في فترة الخلوة اللي هي بعد الرسالة وقبل الخدمة في الدير ناخد 5 أيام ونخليهم دراسة مكثفة من خلال معهد التدبير الكنسي والتنمية. تحدث قداسة البابا مع الكهنة الجدد حول مبادئ الفكر المسيحي ذاكرا التوازن كجزء هام من حياة الكاهن، كذلك ركز على سلوك رجل الدين المسيحي وكيف يجب أن يكون. المؤتمر الحقيقة تاني مرة بنقدمه، السنة اللي فات كان كلفنا قداسة البابا نعمله والسنة دي برضو للأباء الكهنة أثناء 40 يوم المقدسة بعد رسامتهم. والحقيقة الفكرة اللي بيهتم بيه قداسة البابا إنه موضوعات المعهد بتركز على التدبير الكنسي والتنمية من اسمه، اللي بتركز على الإدارة الكنسية وعلى مساعدة الأب الكاهن على إنه يشوف الخدمة من منظور مؤسسي. وطبعا ده توجه الكنيسة، قداسة البابا والأباء الأسقف الأجلاء مهتمين جدا بتطوير الخدمة في هذا الاتجاه. هو طبعا من ناحيه الاستفاده في فتره الخلوه، طبعا مده ال 40 يوم دولت زي ما كده يعني الكنيسه بتعلمنا انه دي يعني ايه شهر عسل بتاع ابونا اتملى منه، بحيث انه على قد ما يقدر هو نازل هينزل بقى على الخدمه وهينزل على الـ يعني المشغوليه في الخدمه، فبتبقى فرصه حلوه ان هو يتملى بحيث لما يقدر ينزل يبقى يعني يعرف يخدم شعبه كويس. طبعا هو كلمة سيدنا النهاردة كانت مركزة أكتر على الأساس الروحي أو التدبير الروحي للكهن وللكنيسة، وهو ده طبعا أساس الكنيسة، بس في بيلر تاني أو عمود تاني للكنيسة هو العمل المؤسسي بتاع الكنيسة، إنها تشتغل كمؤسسة أو كأورجانيزيشن، لأن الكنيسة زي ما فيها روحيات فيها كمان تدبير وفيها درجات، في درجات كهنوت وفي خدام وفي أمين خدمة وفي مخدومين. فالكنيسة لو ما كانتش بتدار حلو واشتغلت روحيا بس يبقى في حاجة ناقصة، لو اشتغلت كمؤسسة إدارية بس من غير فكر روحي هتبقى مؤسسة ناشفة ما فيهاش روح. فالاثنين مطلوبين، يعني افعلوا هذا ولا تتركوا تلك. الروحيات مطلوبة وده اللي كان سيدنا مركز عليه قوي النهاردة، والأساس التدبيري أو المؤسسي مطلوب وده اللي المؤتمر كله في 5 أيام مركز عليه. التدبير الكنسي والعمل الروحي هم الحاجتين اللي بتقوم عليهم الكنيسة القبطية. النهاردة قداسة البابا طوادروس الثاني بيفتتح المؤتمر التدبير الكنسي اللي بيتأمل للسنة الثانية لمجموعة من الكهنة الجدد. من دير الأنبا بشوي، فريد أدوار، سي تي في. احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون يوم الثلاثاء الثاني من إبريل الجاري بالعيد 51 لتجلي القديسة العذراء مريم بالكنيسة. تضمنت الاحتفالات التي استمرت 3 أيام فقرات ممتدة، حيث أقيمت القداسات الإلهية، كما ألقى عدد من أحبار الكنيسة العظات، بينما
قدم فرق القرال المختلفة التسابيح الكنسية، هذا إلى جانب عدد من الأفلام الوثائقية والحوارات المسجلة. نتابع. احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون على مدار 3 أيام، بدأت يوم الأحد 31 مارس وانتهت الثلاثاء 2 أبريل بالعيد 51 لتجلي القديسة العذراء بالكنيسة ذاتها في 2 أبريل عام 1968 في مشهد فريد أدهش العالم أجمع وبارك مصر وشعبها. كل سنة طيبين. الكنيسة عندنا كنيسة السيدة العذراء بالزيتون تحت رعاية أبونا الحبيب قداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني، بتحتفل بالذكرى 51 لتجلي الست العذراء على قباب الكنيسة. الزهور الفريد اللي ما حصلش في أي مكان في العالم منذ مجيء السيد المسيح، ست العذراء ظهرت على كنيستنا سنة 68 وقعدت أكتر من سنة ونص كل ليلة تبان، وكان يشوفها عشرات الآلاف. غرضنا تخليد هذا الاحتفال أو تخليد ظهور العذراء، ظهور العذراء في الزيتون ظهور فريد من نوعه، ونفسنا الأجيال كلها تعرف الظهور ده، فدي فرصة لينا، وخصوصا بوجودكم القنوات الفضائية. احنا كل سنة بنعمل احتفال في 2 ابريل، بنعمله يوم 2 ابريل بالضبط مش ليلتها، لان العذراء ظهرت يوم 2 ابريل الساعة 8:30 تقريبا اول ظهور يعني. فالظهور السنة دي بيوافق نهاية السنة 50 اليوبيل اللي كان قداسة البابا الانبا توادروس الثاني ربنا يديله العمر المديد والصحة ويبارك شعبه دايما بصلواته، ابتدى هذه السنة وإحنا كده دخلنا في السنة 51، ففكرنا نخليه 3 أيام بدل ما هو يوم واحد. كل سنة طبعا بيبقى في احتفال بالظهور 2 أبريل، فبتبقى في نهضة هنا في الكاتدرائية بتاعت الزيتون بمناسبة الظهور، بنبقى أغلبية شعب الزيتون حاضر يعني. 3 أيام مكثفين يعني بصراحة حلوين جدا جدا، وبيبقى طبعا زي ما انت شايف حضرتك في كورال وفي النهضة الجميلة والتراتيل وحلو جدا والوعظة، فبتبقى حلوة قوي رائعة جدا يعني. وطبعا زي ما انت شايف الزحام قد ايه، والناس هنا بتحب العذراء جدا وبيجي من أماكن بعيدة جدا في الميعاد بتاعها بتاع 2 إبريل ده، فبيبقى احنا بنعمل 3 أيام دولت لغاية 2 إبريل، فاحتفالات رائعة يعني بصراحة. طبعا كنيستنا كنيسة جميلة جدا، كنيسة العذراء الزهور، وكنيسة العذراء عموما حلوة، وإحنا دايما بنيجي النهضة وفرحانين بيها وفرحانين بالزهور ومكان الزهور بتاعنا. شهدت الاحتفالات توافد حضور المئات من شعب الكنيسة الذين أتوا لأخذ بركة والدة الإله. تضمنت الاحتفالات فقرات ممتدة خلال أيام الاحتفال الثلاثة، حيث أقامت الكنيسة القداسات ونهضة روحية قام خلالها الشمامسة بدورة طافوا خلالها الكنيسة حاملين أيقونات أم النور، بينما قدمت فرق الكورال بعد التسابيح الكنسية والترانيم الخاصة بالعذراء مريم. ما أعظمه شرفا وبركة لبلادنا وكنيستنا أن تزورها القديسة العذراء مريم وتتجلى على كنيستها في الزيتون. احتفال تقيم كنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون بمناسبة مرور 51 عاما على ظهور القديسة العذراء مريم في هذه الكنيسة الكبيرة والعظيمة الذي ظهرت فيها القديسة العذراء مريم ظهورا كليا وظهور تاريخي وفريد باركت خلاله الكنيسة ومصر. من كنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون، كامل يوسف، سي تي في. تمام نيافة الحبر الجليل الأنبا إكليماندوس الأسقف العام لعزبة الهجانة والماضة وزهراء مدينة نصر. طقس رسامة 61 شماسا في رتبة أغنسطس، جاء ذلك خلال القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون يوم الأحد 31 مارس الماضي في إطار احتفالات العيد 51 لتجلي القديسة العذراء مريم.
في سياق متصل افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا إكليماندوس الأسقف العام لعزبة الهجانة والماضة وزهراء مدينة نصر معرضا للصحف اليومية والأسبوعية التي صدرت خلال فترة تجلي القديسة العذراء بكنيستها بالزيتون عام 1968. جاء ذلك عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي. وضم المعرض نسخا أصلية من الصحف التي أفردت صفحاتها لرصد ومتابعة وتوثيق حدث التجلي لحظة بلحظة. حضر قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية وعدد من الأباء الأساقفة والوزراء والفنانين عرض فيلم أغسطينوس ابن دموعها، وذلك على مسرح الأنبرويس بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية مساء الثلاثاء 2 إبريل الجاري. يحكي الفيلم جوانب من شخصية القديس أغسطينوس منذ طفولته، وقد استغرق تنفيذه 3 سنوات، وتم تصويره في الأماكن الحقيقية التي عاش بها القديس أغسطينوس بين 5 دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا. الفيلم من إخراج دكتور سمير سيف. نتابع. في ليلة مضيئة جمعت بين رجال دين وسياسيين وفنانين وشخصيات عامة، افتتح قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العرض الخاص لفيلم أغسطينوس ابن دموعها على مسرح الأنبرويس بالعباسية، وهو الفيلم الذي أدى بطولته أحمد أمين بن سعد وأخرجه سمير سيف وأشرف عليه يوسف منصور. الفيلم يكون لي مغزى روحي، يبقى شرف لينا وتقدير انه يتعرض داخل الكاتدرائية المرقسية هنا في مصر، وانا حاسس انه التجمع الجميل ده فيما يقارب 750 شخص موجود، وفي تقريبا 750 بره ما قدروش يخشوا، ده حاجة عظيمة بتدينا دلالات قوية مدى قوة ونجاح الفيلم في العروض اللي حصلت في المهرجانات والبلاد العربية والأجنبية. فيلم رائع، يعني أنا بحيي كل صناع الفيلم، بحيي الدكتور سمير سيف الحقيقة قدم فيلم رائع، وبحيي شركة الإنتاج إنها تقدم فيلم بهذا الجمال حقيقي، يعني فيلم ديني تاريخي واقعي إنساني رومانسي، الحقيقة بيحمل ملامح عديدة من أجمل ما شفت فعلا. يعني بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم قدم الكلمة للمخرج سمير سيف قبل أن يبدأ عرض الفيلم لمدة 2 ساعة. حياة قديس أغسطينوس هو عامل فكرة جديدة ممكن بعد البعض يتقبلها وبعض يعترض عليها، عامل خط موازي للأحداث الحقيقية في حياة أغسطينوس لشخصية خلقها المؤلف بتدور أحداث مشابهة للي دارت في الفيلم. يعني مشاركة بيننا وبين الجزائر، فده عمل أكثر من رائع، يعني اللي بان من كتر الشغل والعمل الفني والتصوير والإخراج والشغل اللي معمول فيه فنيا في نظري أكثر من رائع. بالنسبة بقى لاختيار فيلم أغسطينوس اللي هو بيكلم عن مفهوم إنساني قوي جدا وعالي جدا، في إنه دائما نحن نبحث عن الله، ولكن الله هو من يبحث عن كل إنسان على وجه الأرض، لكن كل اللي احنا محتاجينه إن احنا نطيع ونسمع وبالتالي نستطيع أن نتبعه، فالله موجود. وأكتر جملة أثرت فيا نهاية الفيلم إنه حدود الحب هي الحب بلا حدود. وشكر قداسة البابا طاقم عمل الفيلم الذي تم إنتاجه بدعم من وزارتي الثقافة في تونس والجزائر، واستغرق تصويره 3 أعوام بموقع الأحداث الأصلية بكارتاج التي ذهب إليها القديس أغسطينوس لدراسة الخطابة منذ 16 قرنا. ابن دموعها فيلم يجسد حياة القديس والفيلسوف أغسطينوس، وكذلك الشاب غير المؤمن الذي أتعب أمه كثيرا وبكت بسببه مرارا وتكرارا. عرض اليوم حضره قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومعه لفيف من الأحبار والأساقفة الأجلاء وأعضاء مجلس النواب والفنانين. ابن دموعها فيلم يقدم رسالة مفداها أن التراث المسيحي يمكن أن يقدم بشكل عالمي إذا أتيحت له فرصة لذلك. من مسرح الأنبرويس بالعباسية، فريد أدوار، سي تي في.
ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاس صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية منشية الحوصلية بالمنيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 من مارس الماضي، حيث قام بالصيامة حوالي 45 شماسا للكنيسة وسط حضور عدد كبير من الشعب. وعقب القداسة الإلهية قام نيافته بزيارة لبعض الأسر من المرضى وأخوة الرب بالقرية. ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاس صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسين أبانوب وونس بسفاي مركز أبو قرقاس، وذلك يوم الأحد 31 من مارس الماضي، حيث قام نيافته بتدشين أواني المذبح وحامل الأيقونات وسط حضور عدد كبير من شعب الكنيسة. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وكل توابعها القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبانوب النهيسي بمنطاي بشبرا الخيمة، وذلك يوم الأحد 31 من مارس الماضي، حيث قام نيافته بتدشين المعمودية الجديدة بالكنيسة وأواني جديدة لخدمة المذبح. وأثناء صلاة القداس قام نيافته بترقية القس بمن شاكر إلى رتبة القموسية، كما قام برسامة 81 شماسا برتبة إبسلطس وترقية 15 آخرين إلى رتبة الأغنوستوس. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بسادة مطران أخميم وسقلتا وتوابعها القداس الإلهي يوم الخميس الموافق 28 من مارس الماضي بكنيسة القديسة العذراء مريم بأخميم، وخلاله تمم نيافته طقس رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبسلطس والشمامسة الجدد من خريج مدرسة الشمامسة التابعة للكنيسة، وهم من مراحل الابتدائي والخريجين. نتابع. النهاردة كان يوم جميل في الكنيسة، باركنا سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بسادة مطران كرسي أخميم وساقلتا، وقام نيافته بصيامة 51 شماس من جميع الأعمار، كجهات وابتدائي وإعدادي وثانوي وخارجين، حتى كبار السن اللي عدوا فوق 70 سنة برضه كان ليهم نصيب النهاردة اترسموا لرتبة أبسلطس، وأبسلطس يعني مرتل في الكنيسة. كلهم اجتازوا مدرسة الشمامسة واجتازوا الامتحانات المقررة عليهم سواء في التسبحة أو الألحان أو الإشبية أو اللغة القبطية أو الطقس. ربنا يبارك هذا العمل لمجد اسمه القدوس. كنا في مدرسة الشمامسة. مدرسة الشمامسة عبارة عن 3 سنين، بناخد طقس، بناخد ألحان، بناخد إبطي، برضو بناخد درس كتاب إجبية، تنمية بشرية برضو. الحمد لله في ناس هنا تعبوا معنا كتير. اترشمت النهارده مع مدرسه الشمامسه. بنشكر سيدنا خالص، سيدنا المحبوب الانبا بساده وابونا اسحاق وابونا يوساب لتعبهم ومعانا في الفتره اللي فاتت دي. احنا بنشكر سيدنا مطرنا المحبوب الانبا بساده وابونا اسحاق وابونا يوساب على انشاء مدرسه الشمامسه في خميم. احنا فعلا المدرسه دي استفدنا منها كتير وقربتنا اكتر للكنيسه وخلتنا ننال اكبر نعمه، نعمه الشموسيه. وشعور طبعا النهارده ان انا فرحان جدا برسامه شماس ورتبه إبسلطس، طبعا دي حاجه جميله جدا الواحد يعني فخور بيها وفرحان بيها جدا جدا جدا، وانا يعني فرحان للغايه جدا، وربنا يديني ان انا اقدر ابقى قد المسؤوليه دي وقد الخدمه دي العظيمه. التقى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاس بأساقفة إبارشيات محافظة المنيا، وذلك يوم السبت الموافق 30 من مارس الماضي، وذلك بدار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة. شارك في اللقاء أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنة والأشمونين، الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجة، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوى، كما حضر القمص داود ناشد مندوبا عن نيافة الأنبا بيفنوتيوس مطران صملوط وطحى الأعمدة. وقد انتدب نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار كل من القمص ربمون نبيل والقمص إرميا تدرس للحضور، وكان لقاء مثمرا ومفرحا.
أقامت مطرانية المنيا وأبو قرقاس للأقباط الأرثوذكس بالتعاون مع جمعية مفتاح الحياة بالمنيا يوم السبت 30 من مارس الماضي الملتقى العلمي الثاني تحت عنوان المنيا تاريخ تراث وحضارة، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاس ونخبة من الأباء والأساتذة والباحثين المتخصصين في التراث المصري، كما شارك أيضا الكورال القبطي بكنيسة القديسة العذراء مريم بنزلة الفلاحين بالمنيا وذلك ببيت أولاد الملوك. احتفلت كنيسة الشهيد استفانوس رئيس الشمامسة بقوس يوم الأحد 31 من مارس الماضي بعودة نيافة الحبر الجليل الأنبابي من أسقف قوس ونقادة من لندن إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية قاربت الشهر، وكان ذلك بحضور عدد من الأباء الكهنة وخدام وأبناء كنائس الإبارشية وجميع محبيه من الشعب للإطمئنان على صحته. وكان في استقبال نيافته هذا الأسبوع بدير رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بنقادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واستقبل نيافته أيضا صاحبي النيافة الأنبا كيرولوس أسقف نجع حمادي والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم المحرق والدكتورة هدى المغربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوس. قام نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب بتسليم شهادات تخرج طلاب المستوى الثالث والدورات التعليمية من أبناء الكورسات المتخصصة في كنيسة السمائيين بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية مساء الثلاثاء الموافق 3 إبريل الجاري، وتأهل الطلبة للدخول إلى المستوى الرابع والأخير الذين يبدأون بعده خبرة جديدة بالتدريس للطلبة الجدد. نتابع. بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام للشباب أقامت الكورسات المتخصصة بأسقفية الشباب حفل ختام المستوى الثالث والدورات التعليمية لعام 2019 بكنيسة السمائيين بأسقفية الخدمات بالعباسية بحضور الدارسين الذين تم تكريمهم بيد صاحب النيافة. النهاردة حفل ختام السنوي المستوى الثالث، بينضم لهم حفل ختام مستوى ثالث في الكورسات المتخصصة بتقديم أسقفية الشباب، بينضم لهم النهاردة حفل ختام برضو لدورتين كانوا اتعملوا في الترم الثاني، دورة في الأسفار النبوية في الكتاب المقدس في دراسة الكتاب المقدس الدورة التعليمية، والدورة الثانية كانت في تنمية المهارات زي الخادم يكتشف نفسه ويكتشف المخدوم وطرق التعامل معاه في المشاكل المختلفة المشكلات المختلفة الخاصة بنفسه أو الخاصة بالمخدوم. هو في الكورسات المتخصصة هي 4 مستويات، الدارس بيدخل مستوى أول ومستوى تاني على بال ما يوصل المستوى الثالث، في الأول والتاني بيدرس معانا البيزكس الحاجات الأساسية في كل كورس هو بيختاره، بمجرد أنه يوصل للمستوى الثالث ده مستوى تخصص بحيث أنه هو مش من حقه أنه هو يدخل أكتر من مستوى أكتر من كورس فيه، فبيتخصص في كورس واحد علشان يقدر يدرس ويتعمق أكتر. المستوى الثالث دراسته بتبقى أطول من أي مستوى تاني، هبيبقى على ترمين، كل ترم بيبقى 7 محاضرات وبيدرسوا فيه بجانب مادة التخصص بعض المهارات اللي بتأهلهم أنهم يلتحقوا بالمستوى الرابع. في المستوى الثالث هو بيطلع خادم باحث متخصص باحث، فهو بيتخصص في المادة وبيجهز بحثي بيشتغل عليه، فهو نظام التعلم معانا التعلم الذاتي. بدأ الحفل بمجموعة ترانيم قدمها كورال الكورسات المتخصصة ثم كلمات للخدام والأباء الكهنة الذين شاركوا بالتدريس على مدار العام للدارسين الذين يبدأون مرحلة جديدة من التعلم بعد شهور. تعتبر اللغة القبطية أصلا اليومين دول مش مفيش حد بيتعلمها كتير، فدي دافع أكتر إن حد يتعلمها وينقلها للأشخاص التانيين بوسائل بقى مختلفة ما تبقاش تقليدية، على الأقل في أثناء القداس مثلا أو أي قرايات أو أي تسبيحة يبقى فاهم أي كلمة بيبقى معناها إيه، أو الجرامر نفسه بيبقى بيعلمنا معاني الكلمات المقاطع، الكلام ده كله بيساعد إن احنا نفهم أكتر الصلوات والتسبيحة والحاجات اللي موجودة في الخلاجي وكل حاجة. يعني أنا كنت بدور على حاجة يعني مثلا إزاي الإنسان بيثق في نفسه، إزاي يعمل مهارة التواصل، مهارة التأثير، مهارة حاجات كتيرة علاقة بنفسه، إزاي أفهم نفسي أفهم الآخرين قدامي. فنشكر ربنا دي ساعدتني في الموضوع اللي كنت أنا عايز يعني أهتم بيه.
وأعطى الأنبا موسى نصائحه للدارسين لتشجيعهم على الاستمرار في التعلم ودعم الخدمة بالبحث وأهمية العودة للجذور، كما لفت نيافته إلى فضائل السيدة العذراء تزامنا مع الاحتفال بعيد ظهورها بالزيتون. خادم متخصص باحث متكلم، هو ده الهدف اللي اتعملت علشانه الكورسات المتخصصة اللي النهاردة احتفلت بتخريج 350 شخص من المستوى الثالث والدورات التعليمية. المكان هنا بيعلم الشباب علم نفس وقيادة وإدارة وألحان ولغة قبطية وحياة أسرية. الدورات المتخصصة جزء من نهضة التعليم في كنيستنا القبطية. فريد إدوار، سي تي في. نظمت لجنة ثانوي بيبرشي الطمة يوم الجمعة الموافق 29 من مارس الماضي اللقاء الأول لشباب ثانوي لقطاع الطمة والساحل بكنيسة الآباء الرسل بساحل طمة بحضور ما يزيد عن 300 مخدوما يمثلون 9 كنائس. بدأ اللقاء بصلاة القداسة الإلهية حيث ترأس صلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا إسحاق أسقف طمة وتوابعها، وشاركه الآباء الكهنة إلى جانب شبان وشابات ثانوي. أعقبه كلمة روحية لنيافته بعنوان إلزم حدودك، كما أجاب على الأسئلة المقدمة من الشباب. أقام نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها يوما روحيا بكنيسة الشهيد العظيم أرجرجس بمقر المطرانية بشبين الكوم، وذلك يوم السبت الموافق 30 من مارس الماضي بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة خلال فعاليات اليوم الروحي. التقى نيافة الأنبا رفائيل قادة الخدمة بالإبراشية، وحضر اللقاء 500 من الآباء الكهنة والمكرسات وأمناء الخدمة في محاضرة بعنوان التسليم الرسولي، كما ألقيت محاضرة لطلبة الكلية الإكليريكية عن المجيء الثاني، بالإضافة إلى لقاء الشباب في محاضرة عن صلاة الصلح والمصالحة. حضر اللقاء ما يزيد عن 600 شاب. تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوم أسقف سوهاج والمنشاوي المراغة نظمت أسرة الخريجين بسوهاج يوما روحيا بعنوان ضبط النفس يوم الاثنين الأول من إبريل الجاري بكنيسة الشهيد العظيم أرجرجس بسوهاج. نتابع. النهاردة في اجتماع الخريجين كان الموضوع مهم جدا لكل واحد فينا، عملية ضبط النفس. طبعا هو موضوع كبير، وضبط النفس دوت موضوع مش لمرحلة معينة، ده طول مراحل الإنسان أنه محتاج أنه يضبط نفسه. فعلينا أن احنا ندرب نفسنا إزاي الإنسان يضبط نفسه، يضبط جسده، يضبط أفكاره، يضبط لسانه، يضبط عينيه. طبعا في أمور بتحتاج مننا خبرات أو خبرة في التعامل، في الكلام، في كل شيء. النهاردة كان اليوم الروحي في اجتماع الخريجين بيتكلم عن موضوع مهم جدا، مناسب وهم جدا بالأخص بكل خريج وخريجة، هو موضوع ضبط النفس. الكتاب المقدس في سفر أمثال سليمان بيقول لنا مالك روحه خير ممن يملك مدينة. طبعا الموضوع ده مهم جدا زي ما قلنا لكل خريج وخريجة، لأن الخريج والخريجة مقبل على العمل، مقبل على الزواج، مقبل على الحياة العامة، فطبعا لازم تكون في فضيلة ضبط النفس عشان يقدر يتعامل مع كل المجالات الجديدة اللي هو هيدخل فيها دي. اليوم كان جميل خالص، والموضوع كان أكثر من رائع عن ضبط النفس، وده موضوع صعب، لأن زي يعني مالك نفسه خير من مالك مدينة، واتكلم في الموضوع عن ضبط الفكر، ضبط الجسد والشهوات بتاعته، ضبط اللسان، لأن اللسان ده حاجة صغيرة زي ما عرفها الكتاب المقدس، لكن بيدير الجسد كله. النهاردة خدنا موضوع عن ضبط النفس. في الحقيقة يعني الموضوع ده شائك جدا في كل النواحي الاجتماعية، كتير بنعاني من ضعف ضبط النفس، أو بنغضب على طول وبنتوتر، أو مش بنمسك أعصابنا، أو بنتعامل كتير في المجتمع مع شخص
شخصيات صعبة كتير، شخصية مثلا متوترة، شخصية عصبية، شخصية بتنرفز الآخرين، فمش بنعرف نتحكم في انفعالاتنا. فالنهاردة تعلمنا في اليوم إزاي نقدر نتحكم في انفعالاتنا في وقت الغضب، بحيث لو الآخر ده اتكلم معانا نقدر نرد بصورة حكيمة، أو ما نقدرش نرد في نفس اللحظة دي ونرد مرة تانية. كده بنضبط نفسنا عن الغضب والناس ما بتزعلش مننا، وفي نفس الوقت مش بتصدر عننا تصرفات نندم عليها بعد كده. اجتمع نيافة الحبر الجليل الأنبابيم وأسقف السويس يوم السبت 30 من مارس الماضي مع خدام وخادمات كنيسة القديسة العذراء مريم بحي الأربعين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالخدمة والاقتراحات وأهم المعوقات والعمل على حلها. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وترأس الصلاة نيافة الأنبابيم بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة. هذا وقام نيافته بتوزيع شهادات تقدير على الخدام القدامى الأكبر سنا على خدماتهم الجليلة للكنيسة على مدار سنين طويلة. مشاهدينا، بعد الفاصل نلتقي أخبار المهجر، تابعونا. لقاء تعليمي. لقاء أسبوعي. مع قداسة البابا تودروس الثاني. لقاء الأربعاء مع قداسة البابا. تشاهدونه في الأوقات التالية. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد وإلى أخبار المهجر. في إطار احتفالات إبارشية سيدني باليوبيل الذهبي لبدء خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في استراليا، ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبداني الأسقف سيدني وتوابعها القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة الجليل مخائيل والقديس العظيم الأنبا بيشوي بمنطقة ماونتن ديريوت، وذلك احتفالا بمرور 51 عام على رسامة المتنيح القمص مينا نعمة الله بيد صاحب القداسة مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس كأول كاهن للخدمة باستراليا. وقد حضر أيضا عدد كبير من الأباء كهنة الإبارشية وعائلة المتنيح القمص مينا نعمة الله. نتابع. استقبلت كلية البابا شنودة الثالث الإكليريكية بالنمسا البروفيسور دكتور مايكل يالم عميد كلية القديس أغناطيوس بالسويد، وبرفقته القس يوسف جبران وكيل الكلية الإكليريكية بالسويد، وذلك يوم الخميس 28 من مارس الماضي. تأتي الزيارة لبحث سبل التعاون في مجال التعليم اللاهوتي والقبطي بين كلية البابا شنودة الثالث الإكليريكية بالنمسا وأكاديمية القديس أغناطيوس بالسويد. نتابع.
زيارة هامة لكلية البابا سينودا الثالث الإكليريكية يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس قام بها البروفيسور دكتور مايكل يالن عميد أكاديمية القديس أغناطيوس بالسويد لبحث أوجه التعاون الأكاديمي واللاهوتي بين أكاديمية القديس أغناطيوس بالسويد وكلية البابا شينودا الثالث الإكليريكية بالنمسا. أنا هنا لزيارة كلية البابا شينودا الثالث الإكليريكية بفيينا. أنا سعيد جدا أن أكون هنا وأن أزور الأنبا جابرييل، وكل أمل لتكوين علاقة جيدة بين فيينا وستوكهولم وتعاون مشترك بين أكاديمية القديس أغناطيوس بالسويد وكلية البابا شينودا الثالث الإكليريكية بالنمسا في مجال التعليم اللاهوتي واللغة القبطية. أنا الآن موجود هنا في دير القديس الأنبا أنطونيوس بأوبر زيبنبرون، هذا المكان الجميل المبارك الذي شهد تطوير وتعمير كبير، أنه حقا لمكان جميل وسط النمسا. ما فيش حاجة أسمى من التعليم في الكنيسة، لأن الكتاب المقدس مدح التعليم. معلمنا متى قال أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات، واللي احنا شفنا في فيينا المرة دي نهضة كبيرة عملها سيدنا أنبا جابرييل، ربنا يعوضه فعلا. وإحنا عشان كده من السويد جينا هنا علشان يبقى في تواصل ما بين كليتنا السيمينار الإبت في إكليريكية سانت أغناطيوس اللي موجودة في السويد وما بين إكليريكية البابا شنودة هنا. ربنا يدينا نعمة، يدي سيدنا نعمة ويدي كل اللي عاملين ويعوضهم خير. بروفيسور مايكل يلم الحقيقة من الجانب الأكاديمي مهتم جدا، لأن الكنيسة الإبطية تستحق كتير. نشكر ربنا على كل حال. قام أيضا بزيارة دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأوبر زيبنبرون بالنمسا، وقد أعرب عن سعادته البالغة بالنهضة المعمارية والعلمية التي تقوم بها الكنيسة القبطية بالنمسا، وأعرب عن رغبته العميقة في إقامة تعاون مثمر بين الأكاديمية التي يرأسها وبين الكلية الإكليريكية الواعدة بالنمسا، وذلك انطلاقا من إيمانه بدور الكنيسة القبطية اللاهوتي الرائد في الحقل اللاهوتي. الجدير بالذكر أن قداسة البابا طوادروس الثاني قبل رسامته بطريركا ببضعة شهور كان قد حضر حفل افتتاح الكلية الإكليريكية بالنمسا. قد رافقوا في هذه الزيارة قدس أبونا القس يوسف جبران وكيل الكلية الإكليريكية بالسويد. من مدينة فيينا النمساوية، أقامت إباراشية ملبورن وتوابعها الحفل الختامي لمهرجان الكرازة المرقصية يوم الأحد 24 من مارس الماضي في مدرسة العذراء القبطية في ملبورن بحضور عدد من الآباء كهنة الإباراشية واللجنة المركزية للمهرجان. التفاصيل في هذا التقرير. أقيمت في مدرسة العذراء القبطية في ملبورن الحفل الختامي لمهرجان الكرازة المرقصية الذي يشمل كنائس ملبورن والكنائس التابعة للإبارشية من الولايات الأسترالية الأخرى، وذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والخدام والمخدومين من جميع المراحل. وقد تميز الحفل بالحماس الشديد بين المشاركين وفرحتهم بالجوائز المتنوعة في مختلف المسابقات. وقد أعلنت النتائج في المسابقات الروحية والرياضية المختلفة والتي أقيمت تصفياتها في بداية هذا العام. كنائس كلها ملبورن بصراحة اهتمام جامد من الأباء الكهنة ومن الخدام ومن البيرنس أولياء الأمور، بيجيبوا أولادهم يوميا للكنيسة عشان يتعلموا وبيتابعوا معاهم، ودي حاجة مشرفة أن الأولاد عندهم ده الاهتمام أن هم ما يفتهمش أي مناسبة بيتعلموا فيها. كنا نروح الكنيسة بطريقة كتيرة وكنا نستفيد ونتعاون مع بعض عشان يعني نعرف نطلع حاجات حلوة وكده. إن أنا تعلمت حاجات كتيرة زي الدراما والألحان وكل حاجات التانية. إحنا بنحب مهرجان الكرازة. إحنا عايزين نشكر ربنا أولاً، وبعدين نشكر كل خدام اللي ساعدونا عشان نكسب حاجة السنة دي، ونشكر كل الناس اللي عملوا الكومبيتيشن دي سيا. أنا مبسوط وأنا اشتركت في المهرجان الكرازة. أنا مبسوط أنا اشتركت في المهرجان الكرازة. أجيت حاجة الناس.
هو طبعا اهم حاجه استفادوا بيها كان الشعار بتاع المهرجان، ان هو كان عن كون مستعد، اتعلموا ازاي يستعدوا للمجيء الثاني، اتعلموا ازاي يبقوا زي العذراء الحكيمات، وازاي يبقوا بيزرعوا حاجات لكنيستهم وللاجيال اللي جايه ولنفسهم كمان وحساب الملكوت. احلى حاجه في المهرجان ده ان احنا كلنا جسد واحد في المسيح، وكلنا بنشتغل مع بعض، بنلاقي ان كل واحد فينا عنده تالنت مختلفه، وكل واحد فينا بيحط التالنت دي وبيكبرها وبينميها طبعا في بيت ربنا، وتش احلى حاجه في حياتنا يعني. انا علمت اكتر عن ربنا السنه دي. احنا بنحب المهرجان الفراسه. انا اتعلمت زي رقبتي، وده ساعدني ان انا اشارك صحابي في الالحان. مهرجان الكرازه السنه دي كان في بركه كبيره خالص، الولاد بتوع ثانوي جم قضوا الصيف في المهرجان مرتين في الاسبوع، كل مره كانوا بيجوا يقعدوا 3 ساعات، كانوا حابين قوي كلمه ربنا وكانوا عطشانين جدا لكلمته. اكتر حاجه الولاد استفادوا بيها ان هم كانوا بيجوا مرتين في الكنيسه في نص الاسبوع غير المدارس الاحد يوم السبت، كنا بنجيبهم نقول لهم الحاجات بتاعت مهرجان الكرازه ودرسنا لهم كل حاجه، وكنا بناخدهم نعمل لهم تدريب على الكوره والتيبل تنس والحاجات دي كلها. كلنا كنيسة واحدة، فده تبع الكنيسة الأم في مصر، بناخد نفس المناهج، عندنا أنشطة روحية، إبتي، ألحان، تكنولوجيا، فنون، أرت ودروينج، رسم، كمان عندنا رياضي زي الكورة والباسكتبول والتيبل تنس الشطرنج، ففي أنشطة كتيرة تخلي الولاد تنبسط وتيجي تشترك. وفعلا كان في إقبال قوي السنة دي خالص على المهرجان، أزيد من أي سنة، فإحنا بنشكر قداسة البابا والآباء كان على المجهود الجميل وعلى تشجيعهم لينا طول الوقت. وهكذا ومع ختام المهرجان بدأ الكل سعيدا، ومصدر السعادة هو الشعور بالجسد الواحد بين الكنائس في جميع أنحاء الكرازة. أمل جرجس، نبض الكرازة. افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها يوم الأحد 31 من مارس الماضي كنيسة جديدة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس لوقا الرسول بمدينة جوسفورد بمنطقة الساحل المركزي بسيدني، والتي تعد أول كنيسة قبطية أرثوذكسية بهذه المنطقة. حضر الافتتاح القمص يعقوب مجدي والقس مايكل فانوس كاهنة كنيسة الشهيد العظيم مرمرقس الرسول بسيدني، والتي تشرف على الخدمة بهذه المنطقة. وبهذا يبلغ عدد الكنائس التابعة لإبارشية سيدني 46 كنيسة و78 كاهنا للخدمة بالإبارشية. مشاهدينا، بعد الفاصل نلتقي وأخبار الكنيسة في الصحافة، تابعونا. مثلث الرحمات، قداسة البابا شنود الثالث، معلم الأجيال، ترك لنا كنوزا من التعليم في كل المجالات: إيمانيات، روحيات، تأملات، عقيدة، كنسيات، تاريخ، أدب، شخصيات، آبائيات، بهجة وفرح للقلوب. واحنا اصول نصرف للي قاعدين مره نظارات مكبره يعني. احنا لا نيأس في الخدمه اطلاقا. كل طاعه لازم تكون داخل طاعه الله. معجزه الالسنه ان اللي اتكلموا بيها من التلاميذ بعضهم كانوا صيادين، يعني لا بطرس ولا اندراوس ولا يوحنا ولا يعقوب، كانوا تعلموا في مدارس لغات، دول ناس غلابة. فالله هو الأول باستمرار، وينبغي أن نفهم هذا في حياتنا وفي كل ما يمر بنا. ربنا بيقبل الكل. الشخص العادي لو كشف له ساعة موته هيبقى يترقبها بفزع. فاضل كم يوم، فاضل كم ساعة، فاضل كم دقيقة، ده يموت قبل ما يموت. كفاية كده ومشاكل.
زغروطة غريغوري دي. إجابات على كل التساؤلات في برنامج كنوز لا تفنى على سي تي في. برنامج كنوز لا تفنى تشاهدونه في الأوقات التالية: مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا الصحفية من موقع المصري اليوم يوم الثلاثاء 2 إبريل الجاري تحت عنوان جنايات ألمنيا تقضي بإعدام أمين شرطة لإدانته بقتل مقاول ونجله. قضت محكمة جنايات ألمنيا برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجي وعضوية المستشارين أحمد تامر محرم وأحمد محمد محمود وأمانة سر أحمد أمين ومحمود حنفي بإعدام أمين الشرطة ربيع مصطفى خليفة بتهمة قتل المقاول القبطي عماد صابر ونجله ديفيد أمام كنيسة بمدينة ألمنيا منتصف ديسمبر الماضي، ويعد الحكم الصادر قابل النقد أمام محكمة النقد خلال 60 يوما من النطق بالحكم. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال الشرطي المتهم في 18 ديسمبر الماضي إلى المحاكمة العاجلة. ونقرأ من بوابة وطني يوم الأحد الموافق 31 مارس الماضي تحت عنوان انطلاق أول معرض للفن القبطي في الشرقية. شهدت محافظة الشرقية انطلاق أول معرض للفن القبطي بحضور الفنان العالمي عادل نصيف فنان الأيقونات القبطية، والذي أقيم تحت رعاية مجلس مدينة الزقازيق بالتنسيق مع مؤسسة الفن والحياة، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمدينة الزقازيق. جاء ذلك بحضور اللواء هشام الطويل رئيس مجلس مدينة الزقازيق والفنان التشكيلي مصطفى غنيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة والفنانة التشكيلية الدكتورة ريني صبحي ووفد من مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، وذلك بمشاركة 40 فنانا وفنانة. وعلى هامش المعرض أقيم مؤتمر نقاشي، والذي أكد من خلاله اللواء هشام الطويل أن المعرض والذي يعتبر الأول من نوعه تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية هو بمثابة تأكيد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين. ونقرأ من بوابة الشروق يوم الاثنين الموافق 1 إبريل الجاري تحت عنوان مثقفون في مؤتمر تنسيقية المواطنة. يستعرضون المواقف الوطنية للكنيسة المصرية وإدانات للهجوم على البابا. نظمت تنسيقية المواطنة، وهي تجمع لحركات مدنية وقبطية، مؤتمرها حول وطنية الكنيسة المصرية. ويأتي المؤتمر ليكون الثاني للتنسيقية بعد 3 أعوام على مؤتمرها الأول الذي انعقد ليتحدث عن قانون بناء الكنائس. وانعقد المؤتمر في جمعية الصعيد للتربية والتنمية بمنطقة الظاهر في رمسيس وسط العاصمة. وتضمن المؤتمر كل مستجدات العمل الكنسي وتاريخ الكنيسة المصرية الوطنية. ختاما مشاهدينا نذكر لكم عناوين الأخبار. البابا طوادروس الثاني يفتتح مؤتمر التدبير الكنسي بدير الأنبا بشوي بواد النطرون. احتفالات عيد تجلي القديسة العذراء مريم بكنيستها بالزيتون. البابا طوادروس الثاني يحضر عرض فيلم أغسطينوس ابن دموعها بمسرح الأمبرويس بالقاهرة. ختاما مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.